sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. صارت الاخراطيه وستة للساليه. تيمور مره اخرى تيمور ما بين سعود ناصر ومحمد سلام يشكل خطوره. الحظ ما زال يقف مع الاخراطيات لكنه لن يقوان. لكن في نهايه المطاف اتى احمد الحيفي ليكون في الارتكاز ويتواجد سنجار ويكمل الكره خطيره. تصل الى تيمور في الجهه اليمنى عرضيه ممتازه لازار كاد هو يهيئها الى نذير. الله نذير من ينهيها وبعد ذلك ياتي الهدف بهذه الطريقه. شباب بالنسبه للغرافه راح نشوف الان لدينا كره في الجهه اليسرى تبعد خطيره جول عبد الله المري يسدد لكن وين يعني. وهنا لدينا الكره المبرره التي كانت خطيره لكنها كما ذكرت مرت الى خارج ارضيه الملعب. يعيدها الى عبد الكريم الى لازار خطيره خطيره جول في مرمى الساليه يفعل يا محمد يا مدثر يا سلاوي في مرمى في الجهه اليسرى. خذوا هات الله كره خطيره غايه في الخطوره لازال يا يبقى في الدوري يا يعود لاول مره من هذا المجهود الكبير سعود ناصر مع محمد سلام. اليوم وصل الكره لفالنتين لازار في مواجهه سنجار. لازار يمر يلعب الكره مره حط الثاني. اوه فالنتين لازار الرجل اللي مسجل ثلاث اهداف في بطوله الدوري محاوله تاتي الان خطيره في اللقطه الماضيه فالنتين لكن وبالتحديد في عام 2012 جاء قادما من نادي اتلتيكو بارانيانس. الكره المرتده بتعود ايفان بوشر يبعد الكره ويقطع الطريق. لازار بيحاول يمر كره عرضيه عاليه كره يا سجل هدف. شوف لازار وشوف الكرة العرضية التي مرت من أمام الجميع في لقطة تغطية ياسين يعقوب لم تكن بالشكل الصحيح في لقطة في الدوري. في أحد يبدل هدف الدوري أيضا أمر ما يدخل عقل وهنا لدينا إذا هدف يأتي لمصلحة السالية نعم عن طريق لازار وهدف نعم بالنسبة للسالية وكان الحديث وجعهم وصل لهم لذلك يسجل الآن لدينا نادي السالية هدف الذي اعتاد على التألق وإحراز الثنائيات. هجوم خمسة ممكن مرة ثانية خمسة مرة ثانية تغطية حاضرة عادت الحرازي المرور وتقاريات في دور النجوم بالثلاث نقاط. لعبت الكرة فالنتين لازار داخل منطقة الجزاء خطير الثالث جول. الله برافو يتألق في الكرة الماضية. عبد الله العذبة يقود المباراة وفيها اللاعب التونسي الكبير وعلى اليسار محمد مونتاري والمقدمة للكولومبي كريستيان نازاريت وهنا محاولة خطيرة خطيرة المري والكرة السينية ناويين على أن يسجلوا مبكرا. شوف معاي من هذا المدافع يستلم الكرة ينقلها للأمام إلى فالنتين يستلم فالنتين يحاول فالنتين يسقط المدافع جول 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 هي كذلك نعم يا سادة. الهدف الأول يأتي لاعب لازار فالنتين لازار يسجل أول أهداف المباراة لمصلحة السينية
على الأهلي في اللقطة الماضية. لاحظ معاي عزيزي المتابع وتابعها وحاول فيها تيان نازاريت اللاعب اللي كان المأمول حقيقة منه لدى أنصار ومحبي نادي الأهلي أن يكون على الموعد بشكل صالح. نادي السيلي عبد الكريم العلي ممتازة، انطلاقة سريعة راح تكون خطيرة، مر تقدم، هذه كرة للسيلية بالتقدم العرضية مرت من أمام الجميع. القامة يلعب دور غريغوري، لمسة للأمام، لازار يتقدم في هذه الكرة، لازار في زيارة لمرمى العربي، كرة ما زالت خطيرة على مستوى كرة القدم. الرجل الذي صنع الكثير من التألق في الملاعب الأوروبية وتحول بعد ذلك إلى أن يكون حاضرا تصنع تبحث بقدرات خاصة. وهنا لدينا الكرة الأمامية، الله الله، وركلة جزاء تأتي بهذه، ما في شيء على الإطلاق أتت، والتدخل الذي يأتي بهذه الكيفية غرافة بالإضافة إلى الخور والخريطيات والسيلية كفريق سادس في هذه المجموعة. بينما هنا كرة السلام من المري، يبحث اللعبها العالية خطيرة، الله شوف الكرة هنا للاستلام، الكرة لعبت مرة تعدت من دراغوش إلى لازار، لازار لديه الكرة، تقدم الآن يأتي بالنسبة للسيلية، مرور ممتاز إلى تيمور، تيمور تيمور حاول اسألوا اسألوا كالديرون، اسألوا الأرجنتيني، الله على العلي إلى لازور، من غانم لعبد الكريم إلى لازار إلى عرضية إلى خذ في مرمى رجب حمزة، أول يهداء الله كورته يعيدها، خذوا هات ممتازة في الجهة اليمنى، الله يا حلو السيلية، كل ما يقدمون خذوا هات رائع، عرضية روعة، رأسية جميلة بالراس بالراس، ولا أحسن الحراس يتصدى لهذه الكرة. إذن السيلية خمسة ليعيد ما مضى، إعطاء وتسجيل الهدف الأول، هذه الكرة برسول عرضية دراغو هدف أول لمصلحة فريق السلية الأفضل. راح يكون إيمان طرار، كرة ملعوبة من ماريوس، ماريوس كرة عرضية ملعوبة بالقام، فريق السلية هذه الكرة القوية ماريوس لعبها بقوة وبالتالي وقف. الكفة دائما وأبدا لمصلحة نادي السلية الذي يسجل ويتقدم بأول أهداف في المباراة لمصلحة السلية بهدف أول يأتي. شوف الكرة الماضية مع رومارينيو في المقدمة، كرة عموما فيها محاولة مرور ينجح من خلالها فالنتي في المرور، يلعب عرضية خطيرة جدا، خطيرة الكرة العرضية تصل الكرة بعد ذلك إلى ركلة مرمى، هذه كرة فالنتي، هذه يا سلام يا سلام يا السيطرة على الكرة بالشكل المطلوب، يلعب محاولة مرتدة سريعة وصلت إلى فالنتين، فالنتين يمر يتقدم يخترق الصفوف يبحث عن التمرير، يمر الكرة بشكل مثالي جدا داخل منطقة الجزاء ملعوبة، عبد الخالق يلعب كرة والكرة تصل لمصلحته السلية، تمريرة على الجهة اليسرى خطيرة، لحظات مجنونة تجن معها جنون مدرجات النادي الأهلي، جن جنون الأهلي، فالنتين والسيلية، السيلية يسجل هدف ثاني. مبارك السعدي وملعوبة الكرة بشكل تحرك رائع جدا رائع جدا رائع جدا، هدف أول ممكن هي ممكن هي الدوسري في القضاء على الكرة الماضية وتوصل مع تيمور خواجة، لك الحارس رائع جدا، خلال ثلاثة أهداف في مباراة القرابة، كرة توصل لفالنتين يحاول يمر وماريوس يعرض كرة والتالي محمد ليتصدر السد بخمسين نقطة، ويأتي الأخوية ثانيا بخمسين نقطة، وهنا محاولة للاعب السلية
الواقع على أرضية الملعب. فرصة خطيرة كانت. السد لديه 50 نقطة وتقدم وبحث، لكن تغطية دفاعية قوية، الخطورة ما زالت مستمرة للسينية. هذه فرصة خطيرة وتمرير كرة في اليمين بالشكل الصحيح، والتمريرة لرينر روبيرو يسجل. رهيب الرياني اللي استعصت عليه بطولة الدوري لأكثر من عامين من الزمان. كلا الحرة الثابتة مجددا هذه المرة ركنية ملعوبة رأسية في التعديل عدته بندين السيلية وبادر عن طريق جمعة، جمعة للازار، لازار بيسدد في الهدف الثاني، انه الروماني فالنتي لازار نجم لبوخارست. على جهة اليمين فرصة قائمة لمصلحة السينية. اوه واختتمها هذه الكرة مرة ثانية مرة أخرى إلى تيمور، وتيمور أودع الكرة في الشباك. تحدث قال لقب الهداف لا يعنيني أكثر من أن يتوج الزعيم بطلا. هجوم للسيلية، السيلية من البداية ضاغط، السيلية من البداية ضاغط، ونوايا سامي الطرابلسي حاضرة. شوف يا لها من إثارة غير عادية الآن وحتى اللحظة يا النجم الكبير تشافي تقدم للسد، والآن الأوزبكي سنجار ينجح بإدراك التعادل في كرة عمل في 5-3 في المباراة اللي سجل فيها النجم الإسباني الكبير آنذاك فرناندو إيرو اللي كان متواجد. طبعا هذه كرة يا الله مجددا بلا شك في هذا الموسم وفي هذا العام، هذه كرة الآن ومحاولة لصالح السينية. يا سلام عرضية مرت من أمام الجميع في الجهة اليسرى عبد الكريم العلي، في الطرف الأيسر محاولة المرور بلاين تيم بيسدد يا وأيضا عمر باري يقف لهذه الكرة. مباراة بين الحراس في المقام الأول وبعد ذلك بين اللاعبين المتواجدين. إمتى يبطئ اللعب، إمتى يسرع اللعب، إمتى يعطل شوية، ودي الانطلاقة لازار يا جاسم يا عظيم. ردة فعل جميلة جدا جدا، أنا كنت حاسس إن هو سايب الزف. تسدد بهذه الطريقة من أنور ديبة، تعود مرتدة سريعة للسينية، هجوم فلنتين لازار، يراوغ أحمد عبد الحي، سينطلق أحمد عبد الحي أمام أنظار حكم المباراة عبد الهادي الويلشي. عرقلت فلنتين لازار بهذه الطريقة بشد القميص، والله مشى له متر مترين هو يسحب في فلنتين لازار. المسافة بعيدة يؤجل، يمرر لنذير، وسط خطيرة لازار، لازار يلم الكرة ويسدد، أحمد سفيان عادت من جديد، فقر في المرمى، الله! تقدم من محمد جمعة، محمد جمعة يا سلام على تمريرة فلانتين، فلانتين يحاول التقدم، يا سلام على التمريرات، خطيرة 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 خطيرة، لكن تأخر سنقار، ما زالت الخطورة لمحمد المنتثي، يا سلام يا سلام! إذا يسيطر على كرة وليد صالح، لكن مقطوع من وليد صالح. هجوم الآن لمصلحة نادي السلية، خطيرة 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 لمصلحة السلية، هنا التصويبة والهدف الأول جول. شاهد الخطأ الفادح من اللاعب محمد فارس، وهنا التمريرة الرائعة من اللاعب فالنتين لازار، وهنا التصويبة وهفة من الحارس حسن إدريس، هفة من الحارس حسن إدريس هنا الأسباني، وتم جلب 3 لاعبين من نار. هجوم الآن لمصلحة نادي السلية، هجوم خطير لمصلحة نادي السلية، هنا التمريرة تصل إلى فاغنر، فاغنر هنا التصويبة لكن بعيدة. كرة من فالنتين أمامية داخل منطقة الجزاء، محاولة خطيرة الآن أوهو لنادي الخور، انطلاقة الآن يا سلام. لعبت الكرة محمد مدثر، راحت لازار ثاني شوت، جول جول جول. السالية تقدم بهدف ثاني، كرة ذهبت خطأ فادح وصلت إلى فلنتين لازار الذئب.
ما يهرول عبث، ما يفوت مثل هذه الكرات، الكرة اللي ذهبت بهذا الطريق. والمحترفين الجدد أضافوا للفريق قوة هجومية، ما فيش كلام. تاني من جديد، تاني من جديد، هتخد فرصة تاني، فرصة تاني، فرصة تاني، ولكن يا سلام مع الرهيب 24 هدف وهو معدل جدا رائع بالنسبة لعبد الرزاق حمد الله. كرة للسلية وخطأ يحتسب من عن طريق فلانتين، فلانتين راسية، جول ثاني لمصلحة نادي السلية. ركلة ركنية في تيمور، يحاول التقدم مار تيمور، يبحث عن كرة عرضية خطيرة ولا تصويبة، لكن تصدي من حسن ادريس. الحرازي، الحرازي حاول المرور، يا سلام يا حرازي، خطيرة، جول 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 جول. الله زار، وبعد ذلك يتصدى باسل زيدان ويبعد الكرة الأخطر. الانطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق عثمان العاقب، عثمان يحضر الكرة، فرصة خطيرة. فالنتين لازار، شوف لعادة، شوف لعادة الارتقاب الراسية، الحارس أخذ صورة سيلفي مع الكرة، أخذ الصورة أكثر من بالنسبة لنادي الاتحاد. هنا محاولة، الله، مرة أخرى يسجل لدينا السلية في أرضية الملعب، في كرة ثانية في أرضية الملعب. Sound to sound.